الانواع المختلفه للبريسنج للمنشا المعدني، عندنا اول نوع والاكثر انتشارا الاكس بريسنج، بيبقى القطاع بتاعها عباره عن دبل ال او ال او تيوب، بنستخدمها لعمل تقييد للمبنى في الاتجاه الثاني ونقل الرياح. النوع الثاني البورتال فريم، بيبقى القطاع بتاعها عباره عن فريم عمودي على الفريم الرئيسي للمبنى، بنضطر نستخدمه في حاله وجود فتحات او بوابات في اول بيكه عايز تعرف للمنشأة. اكتر ادخل على قناتي على اليوتيوب انجينير خالد محفوظ للمنشآت المعدنية. شكرا جزيلا.